هذا ويواصل المحاضرون والخريجون من مختلف الاختصاصات في محافظة ذي قار تظاهراتهم أمام مبنى المحافظة وسط انتقادات لتسويف مطالبهم من الجهات المعنية. المئات من الخريجين بمختلف التخصصات فضلا عن المحاضرين يقفون أمام هذه الكتل الكونكريتية التي تحجب عنهم مبنى محافظة ذي قار والتي لم تحرك ساكن يلمس على أرض الواقع للمطالبة بأبسط حقوقهم عجزوا عنها قبل أكثر من 9 أشهر وإلى الآن. إحنا خريجين محافظة ذي قار، خريجين كليات التربية والكليات الساندة، صارنا أكثر من سنة ونص نتظاهر بدون أي حلول. أنا هسا رجال يعني من ضمن الخريجين متزوج عنده أطفال 2، أرد أعيشهم، أرد أربيهم، أرد أوفر لهم مستلزماتهم، وين أروح ألتجأ مثلا للسرقة، للمخدرات، أصير قطاع طرق؟ إذا مثلا طبق ذنب وأمشي به أنا ليش درست؟ ليش تعبت؟ ليش ما التفات لا من حكومة محلية لا من حكومة مركزية؟ يعني الجميع مستجاهلنا نهائيا. اليوم محتصمي ذي قار جميعا تحت رابطة الشركات النفطية في ذي قار خرجوا للمطالبة في الحقوق لتضمينهم ضمن موازنة 2023 ولنيل التعيين وهو أبسط حق للخريج الذي تعب ما يقارب 18 سنة. وهذا اليوم تجد الكثير من الناس بدون عمل وبدون فرصة عمل بسبب الفساد السائد في الحكومة المحلية. التثبيت على الملاك أو ضمان العقد الوزاري مطلب المحاضرين والحصول على فرصة عمل في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص شرط الضمان مطلب بقية الخريجين الذين بذلوا جهدا ووقتا في سنوات الدراسة لينصدموا بواقع البطالة. ما شفنا كل استجابة لا من حكومة محلية لا مركزية يومية هاي الألف درجة الوظيفية ماكو ما شفنا منها كل استجابة قابلنا الأمين العام على بحكومة الكاظمي ما شفنا كل استجابة من عندهم الأمين العام يومية باكر عقود مشاريع وما صار كل حل اليوم طلعنا بهاي الوقفة على الحكومة الجديدة مال 2023 مال موازنة احنا نريدهم يقرروننا ضمن فقرة من فقرات الموازنة لان احنا شباب كشباب تعبنا. جل هم هؤلاء الخريجين هو التعيين والانصاف على موازنة 23 من الاختصاصات المختلفة الاعلام والقانون والتربية والاثار والسياحة والمعاهد التقنية المختلفة. هؤلاء الشباب امام ديوان المحافظة ذي قار يعبرون عن رأيهم بطرق السلمية. في ظل الأعداد الكبيرة التي تطالب بحقوقها تقف الحكومة العراقية عاجزة عن تنفيذ المطالب التي أصبحت عبئا كبيرا على دولة أصبحت مؤسساتها أشبه بالخاوية. من ذي قار علي الهادي، قناة الرشيد الفضائية.